قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة معي طائفة من الرسائل القصيرة، أستعين بالله للإجابة عليها. يقول السائل: هل أرباح البريد حلال أم حرام؟ أرباح البريد حرام، فشأنها وشأن أرباح البنوك واحد، والله أعلم. يقول: ما حكم التأمين على السيارة؟ إذا كنت مختارا فلا تشترك في التأمين، أما إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك، وفي حال إجبارك يجوز أن تأخذ ما أتاك إذا حدثت حادثة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا. لا تفضل. أربعة أسئلة بارك الله فيك. السؤال الأول: أريد دليلا على غطاء الرأس، وهل يأثم الكاشف الرأس أم لا؟ هذا السؤال. سؤال ثاني: إذا كان عندي نقصان أو زيادة، متى يكون سجود السهو؟ والسؤال الثالث بارك الله فيك: هل يجوز قراءة القرآن بين الأذان والإقامة بدون تشويش؟ والسؤال الرابع بارك الله فيك: التشهد الأوسط، هل تكون فيه الصلاة على النبي أم لا؟ أريد قول الراجح في هذه المسألة بارك الله فيك. وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن سؤالك عن صلاة الرجل حاسر الرأس، وهل يأثم من لم يغطي رأسه في الصلاة؟ فصلاته حاسر الرأس جائزة، ولا يأثم من كشف رأسه أثناء الصلاة، لكن ذهب كثير من العلماء إلى أن الأفضل أن تغطى الرأس من غير إيجاب، وذلك لأن هذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أما سجود السهو متى يكون؟ في حال زيادة أو حال النقصان، أعني إذا شككت أنك زدت في الصلاة أو شككت أنك نقصت من الصلاة، فمتى تسجد للسهو؟ فالظاهر والله أعلم أنك تسجد على ما تيسر لك، إما قبل التسليم وإما بعد التسليم، وبهذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تفصيل من فصل قائلا: إذا شككت في النقصان فاسجد قبل التسليم، وإذا شككت بعد، وإذا شككت في أنك زدت سجدت بعد التسليم، فهذا وإن كان النظر يساعده، لكن الأكثرون من أهل العلم على أن الأمر واسع، والأدلة تشهد لسعة الأمر، أعني أن الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تساعد على القول بأن سجود السهو يكون قبل التسليم أو بعد التسليم، سواء كانت في الصلاة زيادة أو كان ثم نقصان. هذا. وعن قراءتك للقرآن بين الأذان والإقامة دون تشويش على المصلين، فلا مانع منها ولا بأس بها، والله أعلم. هذا. وعن التشهد الأوسط، هل يتمم إلى قول إنك حميد مجيد أم إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟
الظاهر والذي عليه الأكثر أنه إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا لورود بعض الآثار بأنك إذا بلغت أشهد أن محمدا عبده ورسوله فقم. وهذا عن ابن مسعود في حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا يدرى من القائل إذا بلغت ذلك فقم، أي إذا بلغت أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل هو ابن مسعود أو أحد التابعين؟ على أي حال فهذا أحد المستندات، والثاني أثر في سنده مقال يسير أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف، أي على الحجارة المحماة، فهذا دليل على سرعة القيام من التشهد الأوسط، والله أعلم. يسأل سائل عن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذن المولود اليسرى، هل ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الخبر لم يثبت، سنده ضعيف جدا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شيخ أنا صابرة، يعني عندي وسواس قهري ومبوظ لي حياتي خالص، وكل شوية أفتكر ذنوب كثيرة أوي عملتها قبل كده ومش عارفة أعيش. يعني لا تيأسي من رحمة الله، لا تقنطي من روح الله، وارقي نفسك بسورة الإخلاص مع سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وادفلي في يديك وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك، مع الدعاء المتواصل أن يكشف الله عنك هذا، مع اتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الالتفات إلى ما خالفها. أيضا إذا كان الأمر زائدا لا بأس بعرض نفسك على طبيبة مختصة من الثقات المسلمات، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عامل ايه؟ بس سمحت يا شيخ، انا كنت بتوضى وصلي العشاء وقيام الليل والشفع والوتر، وعاوز اصلي قيام الليل بالليل، اصليها ازاي؟ يعني انت اوترت ونمت وبعد ذلك اردت ان تصلي؟ ايوه اردت ان انا اصلي ازاي؟ صلي مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، لانه لا وتران في ليله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالله عليك يا شيخ، أنا جوزي مسافر قطر وهو شغال هنا، وفي التليفون قال لي أنا لو كنت بلدتك في موضوع ما هتبقي محرمة علي. نعم، ماذا قال لك؟ تبقي محرمة علي لو اتكلمت مع والدتي في موضوع ما. طيب اسمعي كلامه، لكن إذا أراد أن يرجع عن ما ذكره لك ألزم بكفارة يمين، فيجوز له أن يرجع عن كلامه ويقول لك كفري ونقول له كفر كفارة يمين، ومن ثم تكلميها كما شئت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضلي. لو سمحتني، والدي توفى وبعدين جدتي توفت بعدين، فهل مرات الاب ان هي تورث ورث جدتي ولا ايه؟ ويا ريت لو فوق استعجبه ولا كده حضرتك تكون دليل عليها. يعني اعيدي السؤال لو سمحتي. الو، اعيدي السؤال لو سمحتي. ايه؟ اعيد السؤال. والدي توفى، والدي توفى الله، الله يرحمه، ثم جدتي توفت بعديه. نعم. بقالهم 10 سنين في ورث زوجتي، فهل مرات ابويا يعني هي لها تورث في جدتي؟ لا، في الورث دي يعني ليس لها شيء وليس لكم شيء. الاحفاد
وزوجة الابن ليس لهم شيء من تركة الجد إذا مات أبوهم أو ماتت أمهم في حياة جدهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة عم الحاج، بعد إذن حضرتك أستفسر عن شيء كده. هو أن زوجة ابني توفت. نعم. ألو ألو. نعم نعم. أيوة، زوجة ابني توفت. الله يرحمها. لما توفت أهل البنت اللي هي أسرة أبيها، يعني مش أسرة أبيها اللي هو الزوج، يعني الأم، بالنسبة للأم أم حمات ابنك، حاجين البنت عندهم اللي هي بطفلة. ألو ألو. أي نعم نعم فهمت. وبعدين السؤال، يعني البنت من حق أهل الزوجة ولا من حقنا إحنا؟ فأنا قسمت البلد، يعني قلت لهم هنا شوية وهنا شوية، إن يفرق بيننا شارعين في المنطقة ذات نفسها. فهم حاجزين البنت، وقدمت ناس أهل الخير علشان يوفقوا. هو الراجل مصر اللي هو الجد بالنسبة للأم، يعني فمش عايزين يدينا البنت ولا نشوفها حتى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه المسألة لا أحفظ فيها نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأكثر من الفقهاء يقولون هي مع الجدة لكونها أحن عليها في هذا السن، أعني جدتها لأمها، كذا قال البعض، لكن كدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أحفظ دليلا في هذه المسألة إلا ما ذكرته عن كثيرين من العلماء هذا. وفي حال الطلاق فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنها إذا تزوجت فهذا الحديث مفاده أن الولد يرجع إلى الأم في حال الطلاق، يرجع إلى الأب في حال الطلاق وتزوج الأم إذا تزوجت أمه بعد ذلك. لكن أيضا الفقهاء يخالفون في ذلك، وكما سمعت في مسألتك أنت خاصة كثيرون من الفقهاء بل أكثرهم يقولون البنت ما دامت في هذه السن تكون مع أم الأم، كذا قالوا ولا أحفظ دليلا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. نحن نحبك في الله يا شيخ. الله أحبك الله الذي أحبتنا له. يا شيخ لو سمحت في يوم القيامة، لو سمحت لدي سؤالين ساعتها. يوم القيامة لا، إحنا نسمع من الشيوخ يعني بقول ممكن الإنسان يتندى باسمه، يعني بلقب أمه أو باسم أبيها وكده. السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني يعني سمعت سعادتك بتقول لا وترين في ليلة، ممكن الإمام يعني يصلي بيهتم بأم الناس، يعني كامل الصلاة مثلا للوتر، ويرجع مثلا في العشر الأواخر من رمضان بالقيام يجيب وتر تاني عادي ما فيش أي شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن المنادات يوم القيامة فالمنادات أيضا يوم القيامة بأسماء الآباء. أما الحديث الذي فيه إنكم تدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتكم فلا يثبت بحال عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له إسناد قائم أبدا. أما عن ما ذكرت من الصلاة، صلاة الليل، فكما سلف لا وتران في ليلة، فإذا كنت ستنام ولا تطمع أن توتر آخر الليل فأوتر قبل أن تنام، فإذا قدر وقمت وأردت أن تصلي فصلي مثنى مثنى ولا توتر مرة ثانية. أما إذا كنت تطمع أن تقوم آخر الليل فاجعل الوتر آخر الليل، للحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت سيدنا الشيخ. نعم. في سنة 95 كان معايا مبلغ من الفلوس فحطيتها في البنك فأخذت عليها فايدة، الفايدة دي اتصرفت في البيت وبقيت من الفايدة دي أطلع الزكاة، قعدوا 3 سنين معايا في البنك وبعدين رحت لما عرفت رحت سحب الفلوس من البنك بعد 3 سنين بالضبط، فمش عارفة دلوقتي الفلوس دي أعمل فيها يعني أرجع الزكاة بتاع الفلوس دي أعيده تاني من مالي الخاص ولا أعمل إيه عشان ما يبقاش حرام عليا أو أتحاسب عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعلى ما يبدو من سؤال الأخت أنها كانت جاهلة بأن الربا بأن فوائد البنوك حرام، كانت جاهلة بذلك، فمن ثم استمتعت بالعوائد الربوية، فلما علمت أن فوائد البنوك حرام سحبت أموالها. فلا إثم عليك ولا تلزمي بشيء إلا أنك إذا عملت أعمالا صالحة ستكون في ميزان الحسنات بإذن الله تعالى، فأكثري من الصدقات وأعمال البر، ولا إثم عليك فأنت معذورة بالجهالة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك لك ويحفظك يا شيخ. شوف لي عندك سؤال بالله عليك. اتفضل. ممكن متجوزة أخ مسلم لكنه بيشتمها بيأذيها وبيعجلها كتير وبيجوعها وبيسبها، فحاولنا معاها إنه يسيبها مفيش فايدة. ففي الآخر أخذناه واتفقنا مع الجيران وكده، رحنا عملنا له محاضر شرطة وهناك قلنا له يا تطلقها يا إما هندخلك السجن. واشتغلنا عليه مع المحامين وكده والحمد لله راح مطلقها غصب عنه في الاسم. بعد كده الجيران قالوا لنا إن هي ما زالت مراته. فمش عارف إيه رأي الإسلام في الموضوع ده يا شيخ؟ لا خلاص، ما دام طلقها الطلاق واقع. بس المشايخ بيقولوا الجيران بيقولوا لا عشان خاطر احنا ضغطنا عليها في الاسم. لا لا ضغطكم لم يكن بسيف موضوع على الرقبة، بارك الله فيك. ليست زوجته، بارك الله فيك، بالتوصيف المذكور طلقت المرأة منه. هذا الآخر طلاق المكره إذا أتيته وهددته بالقتل أو نحو ذلك، أما ذي فمفاضلات، فلا أراه مكرها بالتوصيف المذكور والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، لدي 3 أسئلة لو سمحت. تفضلي. قرأت أن العطورات نجسة ولا تجوز الصلاة بالملابس المعطرة، فما الحكم في هذه المسألة وما العمل بالنسبة للزيوت المعطرة التي تستعمل للشعر وكذلك مواد تنظيف المنزل المعطرة، يعني هل سيتنجس بهم الشخص؟ أرجو أن تفيدونا في هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن العطور الكحولية، هل هي نجسة كما زعمت الأخت؟ أولا لا أراها نجسة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن العطور الكحولية لا توصف بأنها خمر قولا واحدا، لأن من شربها لا يسكر بل يقتل، فإذا كان هذا شأنها فليست خمرا، ومن ثم فلا تنجس. ثانيا إذا كانت خمرا وقطعنا بأنها خمر إذا فرض، فأيضا النزاع قائم في الخمر، هل نجاستها حسية أم أن نجاستها معنوية؟ فالخلاف قائم في هذا. فالذي أراه والله أعلم أنها ليست خمرا لأن شاربها يقتل لا يسكر، يقتل مسموما بها، فعلى ذلك لا أراها نجسة. هذا ما علمي بما ذكره بعض العلماء في ذلك، وأقوالهم في ذلك متنوعة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة شيخ، معلش عندي سؤالين. السؤال الأولاني، مامتي عملت عمرة بس كانت لابسة النقاب، فإيه حكمها أو عليها إيه يعني؟ وتاني سؤال، أنا كنت سألت حضرتك قبل السؤال كده لو سمحتي. لا أعيد السؤال الأول لو سمحتي. السؤال الأول، والدتي عملت عمرة وهي لابسة النقاب،
جاهلة أو عالمة؟ لا ما كانتش تعرف إن إنه ما ينفعش تلبسه. طيب السنة. السؤال الثاني، أنا سألت حضرتك قبل كده عن كارت اللي هو شركة إعلانات بتعمل، الشركات بيروحوا لها عشان تسوق لهم، فبتعمل كارت اسمه كارت إكسكلوسيف، بيدي للناس اللي بياخدوه تخفيضات. بس أنا ما بدفعش فلوس في الكارت ده غير فلوس إدارية اللي هي ثمن الكارت وثمن توصيل الكارت لحد البيت. فهل الكارت ده حلال ولا حرام؟ الكارت بكام يا أختي؟ الكارت ب77 جنيه. هذا حرام. حرام. حرام نعم. طب لو أنا استخدمته أعمل إيه طيب؟ خلاص عفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف. إذا استخدمتيه جاهلة، أما عن والدتك التي اعتمرت جاهلة وهي ترتدي النقاب ولا تعلم أن المعتمرة لا تنتقب، فلا شيء عليها ومعذورة بجهالتها والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاستطرادا للإجابة على الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك حسن من الإسماعيلية. اتفضل يا حسن. دلوقتي حضرتك يا شيخنا، أنا هنوت منتسب لحزب النور والدعوة السلفية في الإسماعيلية، فبطالب حضرتك نداء للدعوة السلفية لمقاطعة المنتجات الروسية والصينية. ساعات لما كان في انتخابات وأحزاب لقينا مؤتمرات وندوات ولقينا في حملة كبيرة، طب حرمة الدماء والأعراض اللي موجودة في سوريا دي، الدعوة السلفية ليه ما تبقاش تاخد مبادرة ان احنا وعلى مستوى العالم الإسلامي مقاطعة المنتجات الروسية والصينية لصالح المسلمين، ولا هو الدوت مش جائز؟ لا بس اصبر، انت معي؟ الحمد لله. حضرتك يعني طب هب ان انه حدث تضرر للمسلمين بسبب المقاطعة، تتم المقاطعة أو لا تتم؟ طب حرمة الدماء والأعراض والأموال صبرا. أولى ولا صبرا. ولا 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 ضرر المسلمين أولى؟ لا لا، هؤلاء كفار، لا اختلاف في أنهم كفار، لكن نحن نقول البيع والشراء مع الكفار جائز كتقعيد شرعي. البيع والشراء مع الكفار جائز كتقعيد شرعي عام، وكما قال فريق كبير من أهل العلم بذلك، لا اختلاف، لا أكاد أجد اختلافا في ذلك بين الأولين. ولكن هناك سبل أمثل لعلاج القضية، فلا يصح أن تواجه عدوا غشوما ظالما بالهتافات ويواجهك بالرصاصات، فيلزم إعداد عدة ويلزم أخذ الحذر والحيطة لمواجهة أعداء الله بالطريقة التي تلائم والتي تناسب. فالجهاد في سبيل الله له فقه، الجهاد في سبيل الله له فقه، ولا تنتظر وأنت تبدأ أو تدخل معركة مع أهل إجرام، لا تنتظر أن الكفار الأمريكان والأوروبيين الأمريكان يأتون لمناصرتك، فإنهم لا يتحركون إلا مع مصالحهم. فالخطأ أن تبدأ معركة دون أخذ العدة اللازمة لها. لكن على أي حال نسأل الله أن ينصر إخواننا في سوريا، ونناشد كل من له يد يعينهم أن يعينهم، ونسأل الله أن يخذل عدوه وعدوهم، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، عندي سؤالين لو سمحت. هل يجوز حفظ القرآن الكريم أيام حيض، أيام عادة الشهرية؟ نعم يجوز حفظ القرآن الكريم أيام الحيض. يوجد أيام مثل قراءة سورة الفتح. سؤال، عندي سؤال ثاني لو سمحت. ما السؤال؟ إن السؤال الثاني، يوجد مثلا نقرأ سورة الفتح 40 يوم، في نهاية اليوم يوم 40 نقرأ يعني قضاء الحاجة، فعندما يأتي في الأيام الحيض هل أستطيع قراءة سورة الفتح في ذلك الأيام؟ سورة الفتح أو الفاتحة؟
فتح، سورة الفتح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخت تسأل هل يجوز لها أن تحفظ القرآن أيام الحيض؟ نعم يجوز لها، وحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة حديث لا يصح هذا، وكاحتياط وابتعاد عن الخلاف القائم في مس الحيض للمصحف ينبغي أن تمسكه بالقفاز أي الجوانتي، امسكيه بالقفاز واحفظي خروجا وابتعادا عن الخلاف القائم في مس الحائض للمصحف. وإن كنت أرى الجواز ذلك لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هم الملائكة، ولا يمسه المراد به الكتاب المكنون، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث ضعيف على الراجح فهو مرسل. على أي حال خروجا من الاختلاف مسي المصحف بقفاز أو بحائل واقرأي واحفظي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج له أن يقرأ قرآنا أو أن يذكر الله هذا. وعن قولك إنك تقرئين سورة الفتح 40 يوما لكشف الضر أو لجلب المنفعة، فهذا لم يرد به شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الصنيع من المحدثات لا أعلم له مستندا، لكن قد أجبتك على قراءة القرآن أثناء زمن الحيض والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ الله يجزاك خير. تفضل. حياكم. شيخ أنا شغال في مؤسسة ومن سنتين يعني طلبت منهم زيادة راتب، وقلت ما بيني وبين نفسي كده يعني نظرت لله نظر، إذا وافقوا على الزيادة بخرج 100 ريال شهريا لكفالة أيتام، وأنا بنذر النذر قلت الصيغة كده قلت إن شاء الله وحسب تيسير ربنا سبحانه وتعالى. فأنا صار لي سنتين يعني في شهر بخرج وفي شهور بنسى وفي شهور الظروف ما بتسمحش، فحكم ده إيه؟ يعني هل كنت تقول إن شاء الله تعليقا للنذر أو تقولها تبركا؟ لا ان شاء الله انه يعني انه حسب تيسير ربنا على اساس ما اتحمل يعني. لا اذا قلت حسب تيسير ربنا لا اسم عليك. نعم. اولا عقادة للنذر حينئذ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ انا في معروض عليا تاكس اللي هو الابيض اللي هو تبع بنك اسكندريه، هدفع المقدمه وهدي الاقساط للبنك، فده حرام ولا حلال؟ ابتعد عن هذه المعاملة الشائنة فإنها محرمة، إلا إذا كنت مغلوبا على أمرك وقهروك وأنت صاحب تاكسي قهروك على تغييره وليست لك قدرة، أما الابتداء فلا تفعل فإن ذلك عمل محرم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن نحبك في الله يا شيخ مصطفى والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخ هل الاحتفال بأعياد الميلاد نكون نتشبه باليهود والنصارى؟ الاحتفال بأعياد الميلاد بدعة منكرة، والأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، ولنا كمسلمين عيدان الفطر والأضحى. قال عليه الصلاة والسلام لما رأى اليهود في عيد لهم قال للمسلمين إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى، وعيد ثالث باعتبار عودة هو يوم الجمعة. ليس لنا وراء ذلك أعياد، وليس من حقنا أن نشرع أعيادا، ولقد قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فالأعياد يشرعها الله ولا يشرعها البشر، ولم يحتفل النبي ولا أصحابه بأعياد الميلاد ولا بغيرها من الأعياد والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ممكن يا شيخ أقول لك على حاجة؟ تفضلي.
انا جوزي حلف علي بالطلاق، يعني كنت عند جماعتنا ده يعني عن اهلي، قال لي مثلا يا وانت رحت عن اهلي عند اهلي تكون على ذمه نفسك ومحرمه عليا. فجيت انا رحت، والدتي كانت تعبانه وهو كان في الشغل، فانا ما قلتلهوش ورحت. اختار القول القائل انه يكفر كفاره يمين ولا تحسب عليه تطليقه، يكفر كفارة يمين ولا تحسب عليه تطليقة، هذا ما أختاره من أقوال أهل العلم في هذه المسألة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. كنت في الحج سنة 2009 وكان فيه مطر يوم الترويح. نعم. فكنا مسلمين في منامي، فكان الجو برد، فانا كنت لابس الملابس الاحرام، فدخلت في الـ في الـ في المنامه دي، وهي طبعا مخيط ومقفوله من تحت ومفتوحه من فوق، وانا كنت اعلم ان المخيط يعني شيء مش مشروع، ولكن من البرد دخلني ونسيت وجهلت الموقف ده. غطيت راسك؟ لا، لم أغطي رأسي. يعني رأسك كانت مكشوفة؟ لا أذكرها، مش متأكد أوي. وبرضو لما جينا من عرفة وبيتنا في مزدلفة دخلنا برضو في المنام. على كل حال أطعم 6 مساكين لكونك غطيت رأسك، وهذا الغالب من صنيعك، غطيت رأسك بالمنامة واختفيت فيها بغطاء مباشر ملاصق للرأس، فأطعم 6 مساكين ولا شيء عليك وحجك صحيح والله أعلم. أرسل بالطعام أو أرسل بقيمته إلى شخص في مكة يطعم هنالك 6 مساكين، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان لا استفسار عندك يا شيخنا ولا اتفضل. كنت لما كان في واحد بيسافر ناس في السعوديه، فانا كنت وسيطه، ف ما كنتش متوقع، فلميت الناس من الناس الفلوس على انه هيسفرهم. الو؟ نعم. وبعد كده خد الفلوس ويعني نصب عليهم. ايه حكم الدين عليا يعني؟ انت كنت ستاخذ مبلغا لك انت؟ نعم يا شيخ. أنت كنت ستتقاضى ربحا كوسيط؟ لا ما كنتش هاخد منه ولا 1%. من الناس؟ ما كنتش واخد حاجة، ده كان يعني واحد كان شغال معايا في شغلانة، فأنا كنت واثق فيه وكنت عاملها لله، حتى كنت بروح للناس يعني الناس اللي مش مقتدرة فيهم. لأن جالي هسافرهم بأجر بسيط، فأنا لميتهم وما كنتش أعرف اللي هو هينصب عليا. على كل، إذا كانت لك أي نسبة ربح، فأنت متحمل وتغرم. أما إذا كان القوم الذين أعطوك الجوازات والأموال، إذا كنت قلت لهم وهم يعرفون ذلك إنما أنا وسيط وشافع وليس لي دخل، ففي هذه الحالة لا شيء عليك. أما إذا لم تقل لهم ذلك فأنت أمامهم مسؤول والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم يا شيخنا. وياك يا شيخ خالد. بعض الأحاديث يا شيخنا نعرف صحتها. بارك الله فيكم. كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء ليوم القيامة إلا عقوق الوالدين. لا يثبت ولا صح. 3 لا يدخلون الجنة: عاق لوالديه، الديوث، والمرجلة. سنده ضعيف. لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير الله أن يمس امرأة لا تحل له. مختلف في رفعه ووقفه، ويظهر أنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
وثابت أيضا عن معقل ابن يسار والجمع ممكن. سدد الله خطاك شيخ، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، أنا صنية إن شاء الله. نعم. لكن لما أكون في جماعة نساء يذكرون فلان صوفي أو فلان صوفية، أقول إنهم يمدحون الله يذكرون الله بترنح، يمدحون النبي فوق ما أعطاه ربي، هل أنا أفي ما ذلك؟ ماذا تقولين؟ إنهم الصوفية يذكرون الله بترنح ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما أعطاه ربه. كلامك في محله في الغالب، فإنهم يتجاوزون ويعتدون في الأذكار ويأتون بمحدثات لم يفعلها الرسول ولا أصحابه، وينزلون الرسول فوق منزلته في كثير من الأحيان بسؤالهم رسول الله المدد وجلب النفع ودفع الضر، كثير منهم يصنعون ذلك. لكن هناك طوائف اقتصر أمرهم على البدعة التي هي بدع في الأذكار لم تكن موجودة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتصفيق والتمايل ونحو ذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الشيخ؟ الحمد لله. يقول السائل: أمي توفي زوجها، ماذا عليها أن تفعل في العدة المنصوص عليها، وكم أشهر العدة؟ أشهر العدة لغير الحامل، أشهر العدة لغير الحامل 4 أشهر و10، فيها تتقي الطيب والكحل، وما من شأنه أن يزينها للخطاب. أما هل تمكث في بيتها زمن العدة بطوله أو يجوز لها الخروج؟ فقولان للعلماء أختار منهما قول عائشة وجابر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم بجواز الخروج والانتقال من بيت الزوجية. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث ضعيف لجهالة بعض رواته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أخسر رقم تليفونك؟ ممكن إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. دلوقتي يا شيخ إحنا بيت عيلة، وحصلت مشكلة بين والدتي ووالدي وإخواتي وأنا، وفي الآخر وصلت المشكلة لأن أمي مش راضية عن أخويا خالص، واحنا بنحاول بقدر المستطاع نصلح بينهم. هي بتدعي بتقول انا لا ادعي له ولا ادعي عليه. ما السؤال؟ السؤال دلوقتي انا اعمل ايه؟ انا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عندكم للبيت رب يقوده وهو الاب، فالاب يفعل ما يراه صالحا للبيت، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: إنه مدين وأحيانا يشتري بضاعة ويبيعها بسعر أقل حتى يمشي أموره، فهل القرض الربوي جائز في مثل هذه الحال؟ القرض الربوي لا يجوز في مثل هذه الحال، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال من جزئين، بارك الله فيك. نعم. امرأة متزوجة منذ سنتين وتسأل عن عقد نكاحها الذي حضره والدها وأمها وخالة زوجها، لكن الشاهدان كان هما المأذون نفسه وعدل آخر وقع على العقد مع أنه لم يحضر للعقد. وعندما سألت اتضح أن في المغرب يعني تقوم المحكمة محكمة الأسرة بتعيين شهود نكاح من العدول التي تعينها نفسها، ولا توثق أي عقد يمضي عليه شهود غير عدولهم. والجزء الثاني صبرا كم شاهد شاهدوا على العقد؟
نعم يا شيخ. كم رجل شهد على العقد؟ كان هناك فقط والدها والمأذون. والدها والمأذون. نعم. والدها والمأذون رفض أن يكون هناك شاهدا، قال فأنه يكفي فقط هو نفسه المأذون وهناك عبد آخر يوقع بعده. هل المهم أن بعد ذلك أنتم أعلنتم في الناس أن فلانة تزوجت فلانا؟ نعم، لأن هذه هي الجزئية الثانية يا شيخ. ما دمتم أعلنتم في الناس أن فلانة قد تزوجت فلانا من غير نكير، فمع الضمائم التي ذكرت يصح الزواج، زيادة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فيها ضعف من الناحية الحديثية، والإعلان والإقرار ومعرفة الناس تجبر النقص فيما ذكرت، والعقد يصح والحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف يا شيخ؟ الحمد لله بالصحة. الحمد لله. شيخنا أنا أعمل في شركة في السعودية، أعمل من دون العائد. المصنع بتاعنا بيصنع محتات كهربائية. بيعطي أسعار مخفضة للزبائن اللي بياخدوا يعني بأسعار بكميات كبيرة. في شركة من الشركات يا شيخ يعني إيه كان ليها طلبية تقريبا ب 4000 وحدة وعايزة تلغيها. في شركة تانية عايزة تاخد الوحدة الكمية اللي عندنا دي بنفس السعر الشركة الكبيرة، معناها شركة صغيرة. وقالت لي مثلا لو انا طلعت الشركه لو انا طلعت الكميه دي بنفس السعر هيديني مثلا نسبه من الارباح بتاعتها، ده يجوز ولا لا يجوز؟ ولماذا لا تخبر شركتك التي انت عامل فيها؟ الشركه عشان هم لو انا قلت لهم ان هي تطلع لشركه صغيره هيدوهم بسعر عالي قوي، يعني في فرق تقريبا 70 ريال او 60 ريال. على كل الذي أراه والله أعلم أنك مستأمن. نعم لن يحدث ضرر على شركتك في الظاهر، لكن قد يحدث ضرر على شركات منافسة أخرى لتلك الشركة الصغيرة التي اشترت. فلذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بارك الله فيك. وظني أن شركتك لو علمت بذلك لألحقت بك عقوبة، فالاسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. لي أخت في المسجد زوجها بيشتغل في شركة فيه معاه يعني موظفات، هو شركة مختلطة، فهو هي منتقبة، فهو بيضايقها يعني كل شوية، وبعدين بيقول لها أنه عايزها تتزين له أن هي تحط موش أو كده، فهل ده جائز ولا لا؟ الرموش ابتعدي عنها خشية أن تدخل في الوصل، وصل شعر الحاجب، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لعن الواصلة والمستوصلة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة للزكاة الذهب، في فرق بين عيار 21 وعيار 18 غير الفضة؟ نعم، في النسبة للنصاب يعني. حضرتك بس أقفل عشان أكتب اللي حضرتك هتقوله. نعم ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذهب زكاته إذا كان ذهبا خالصا من عيار 24 زكاته 85 جراما، إذا كان من عيار 21 فسنضرب 85 في 24 على 21 فسيكون الناتج 97.2 من الجرامات. إذا كان من عيار 18 سنقول 85 في 24 على 18، بهذا يتحدد النصاب. فإذا بلغ الذهب الذي عندك النصاب ومرت عليه سنة عليه الزكاة 2.5% من مجموع الذهب الكلي الذي عندك والله أعلم.
السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها منارة خير للإسلام وللمسلمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالثبات على دينه، وأوصي أعضاء مجلس الشعب وكذا أعضاء مجلس الشورى وكذا عموم من سيضعون الدساتير بتقوى الله وعدم الحيود عن شرع الله، وكان بإمكانهم أن يوفروا على أنفسهم وعساء وضع الدستور، وأن يوفروا على أنفسهم ويحفظوا أنفسهم من الزلل والخطأ ويعلنوها صريحة واضحة: دستورنا كتاب الله، فلا يجوز لهم أن يحيدوا عن ذلك أبدا. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فكان جديرا بهم أن يقولوا ذلك. وهنيئا لإخواننا في السعودية إذ قام أميرهم نايف ابن عبد العزيز وفقه الله بالإعلان عن هويتهم بوضوح وصراحة، أن دولتهم دولة مسلمة دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك نعمة نسأل الله أن يمن بها على مصر وعلى بلاد المسلمين، فالله لا يضل ولا ينسى. وقد أنزل إلينا كتابا فيه ذكرنا شرفنا وعزنا وفيه الهدى والنور. هذا وأذكر الأخ وزير الداخلية المصري بتقوى الله سبحانه، وألا يحول بين الجند والضباط الذين استقاموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يناصبهم العداء، فمن حقهم أن يكرموا لا أن يهانوا ولا أن يحالوا إلى محاكم تأديبية، فإن الله سائله عما استرعاه وسائله عن الأمانة التي حملها فلم يؤديها حق الأداء. الله سيسأله عن ذلك لكونه أحال المستقيمين إلى محاكم سماها تأديبية. هذا وأوصي نصارى مصر بتقوى الله سبحانه وعدم الشرك به وبالاعتقاد أن الله واحد لا شريك له، ليس له ولد وليست له صاحبة ولم يتخذ شريكا سبحانه وليس بثالث ثلاثة. هذا وأسأل الله أن يكشف الضر عن المتضررين في سوريا وفي بلاد المسلمين. أوصي نفسي وإخواني بذكر الله والصلاة والسلام على رسوله وكذا برد المظالم إلى أهلها وبالاستغفار المتوالي المتواصل، بذلك تدفع عنا البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.